عليكم. أنا غادي نقول لك ماذا قال أعداء الإسلام عن الإسلام. هادو أعداء وهذا شيء موثق. فهمنا؟ خذ الأولى. عند جلادستون شي يقول؟ ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان كما رأينا. لكي يقول لك ما دام هذا القرآن موجودا، انتبه الله يرضي عليك. صاحبنا لا يتكلم عن المصحف. المصاحف راه الحمد لله كناهية، يتكلم عن القرآن في وجود الناس، في حياة الناس. يعني ما دام القرآن وتعاليمه مفعلة عند أهل المشرق، ويقصدون بذلك الثقافة والحضارة الشرقية، يعني المسلمين، وخا حنا بلادنا راه كتسمى، سميت بلادنا حنا المغرب، ولكن يعتبروننا مشارقة فيما يتعلق بالحضارة. فهمنا؟ هذا ويليام جيفورد بالكراف، هذا من المنصرين، كيقولوا المبشرين، هذا من المنصرين. اش كان كيقول؟ كيقول لك اسمع مزيان وحل دماغ وشوف اش طاري دابا وفهم شنو كاين. قال متى توارى، يعني اختبأ، متى توارى القرآن ومدينة مكة، حج العمراء إلى آخره، مدينة مكة، شي الجزيرة العربية تخلطوا لي العرب، متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه، وصلى الله على سيدنا محمد. واضح اللقطة؟ غير ما بغاتش توضح. المبشر تاكلي شي يقول؟ يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد في القرآن ليس صحيحا. شكيك الناس في القرآن، بغيتوا السميات وها غنتخاصموا على عزيز العلومات السميات هذو، ياك عدنان إبراهيم، محمد شحرور، يوسف زيدان، أحمد عصي، السلالة كلها اللي كتسقطر من هنا، محمد عبد ماهر، زيدك عاوتاني إسلام البحيري، زيدك مازال شكون هو داك الاخر؟ علي منصور. المهم هذا نهزوا لي توا قراد، نطلعوا لي قراد ونحسبوا مع هذو. علي منصور كيان، والقائمه طويله. وعندك هنا تفهمنا؟ فالله يرضي عليكم الناس اللي تخصوا في مساله نسولوهم على هذاك الشغل، الناس اللي ما تخصوش في واحد المساله يمشيوا لحاجه اخرى. محمد شحرور تيقول على راسه مهندس، هو مهندس، التخرج ديالو التخصص ديالو مهندس. طيب علاش ما عمرنا ما شفنا شي انجاز ديالو على مستوى الهندسه؟ كيجي عندك واحد بحال يوسف زيدان يسب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ويدعي ان القدس الذي يكلمنا عنها النبي عليه الصلاه والسلام ماشي القدس اللي كاينه دابا، واحد القدس كاينه بلاصه اخرى، انتم عم ضاربين على هذه القضيه السياسيه والاخوان وكذا وما جورا. هذه يوسف زيدان اللي كيقول هذه الهضره هذه، كيقول لك القصيده ديال كعب بن زهير بن ابي سلمى ملي جاء النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر له ويقدم بين يديه الى اخره، كيقول لي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، قال لك فقلبي اليوم متبول اي ان قلبي قد وضع في التوابل. لقامه لقامه هذه هي التوابل، لقلبي في لقامه. كعب بن زهير بن ابي سلمى غادي يجي باه هو زهير بن ابي سلمى. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حول لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تميت ومن تخطئ يعمر فيهرمي. صاحب واحدة من القصائد المشهورة جدا. هذا غيقول لك قلبي محطوط في لقام، والناس يستمع، اللي غادي اللي خرج لنا البولونات، الناس يستمعون لهذا بل ويحاجونك به، ويقول أنت تتبع كتب التراث الصفراء وتتبع الأحاديث وتخلفت عن القرآن الكريم، وهذا الرجل يقول لنا كلام من القرآن. أهذا الذي يتكلم عن قلبي اليوم متبول يقول أن القلب موضوع في التوابل سوف يشرح لك القرآن الكريم؟ يعني شيئا من العقل يرحمكم الله. أفيقي يا أمة الإسلام يرحمك الله. وكيجي عندك دري مخلوع يقول لك راك يقول شي حوايج، اش تيقول؟ يتقل اش تيقول؟ لكنه الجهل لما يستشري في أبناء المسلمين. فليس من الأدب مع الله عز وجل أن وليداتنا نكونوا ما كنقراوش معهم القرآن. هذا لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ونحن نقدم لهم دفتر الكتاب القراءة، ونقدم لهم المانيوال، ونقدم لهم الليفر، نقدم لهم دابا ولينا نعم سيدي، دابا ولينا في التوابل. العربية اللي كنعطيهم ديال البغرير والمسمن
القرد كوكو والبطة ميتو. وملي كنبغيوهم اش اللغه كنبغيوهم نقادو معاهم اللغه كنزيدو لهم الفرنسيه. دابا زدنا لهم عاوتاني الانجليزيه. واحد اخر يقول لك اودي هادشي كله ما خدامش، انا غادي ندخلو نقيدو في البعثه الاسبانيه، سير نضرب على العيبات ونصيفط ولدي للمكسيك. الاخر يقول لك انا غادي ندخلو البعثه الايطاليه. واحد يقول لك انا كنوجدو من دابا يمشي لاوكرانيا وغنقريه الروسيه. ولغه كلام رب العزه والجلال التي تامل وتتمنى ايها المسكين ان يدخل بها ولدك الجنه، فين هي بلاصتها؟ راه ماشي غير غادي يجمعوا عليه اصحاب قلبي اليوم متبولوا ويديروه في التوابل، والله لتجدن طريقهم الى الالحاد، ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله. المهم في كتاب الإسلام على مفترق الطرق وكتاب التبشير والاستعمار وكتاب أبيد أهل الإسلام ودمره لغير ذلك من الكتب، تذكر واحد المسألة مضت في تاريخ الاستعمار الفرنسي الجزائر. لما أرادوا أن يغيروا ثقافة ودين الجزائريين أخذوا في تجربة معينة، فأخذوا فتيات، واحد العدد ديال الفتيات، وأدخلوهن منذ صغرهن إلى المدرسة ديال البعثة الفرنسية، ثم جعلوا يدرسوهن التعليم الفرنسي وغيروا ثيابهن، فصارت الفتيات يعني لم يبقى لهن من جزائريتهن إلا الجينات، المسائل اللي هي جينية المورثات ما عندهم كيدور لها، يعني بنيتات ولاو فرنساوية. وبعد 11 سنة من التعليم الفرنسي أرادوا أن يحتفلوا ويجعلوا أبهة كبيرة لهذا الاحتفال حتى يضربوا به إخواننا في الجزائر في العمق، ليقول لهم غيرنا دينكم وغيرنا ثقافتكم. ففي وقت الاحتفال واجتماع يعني القادة واجتماع ديال الجيش وكذا إلى آخره، وكاين عندهم داك لاكوست اللي هو وزير المستعمرات الفرنسي، قال السما إلى آخره، فإذا بالفتيات يفاجئنا الجميع لما دخلنا ملتحفات باللباس الإسلامي على الطراز الجزائري، هذاك بحال الحيك اللي عندنا حنا، داك الحيك البيض إلى آخره. فقامت الضجة في المجلس وجعلوا يتساءلون ما الذي فعلناه طيلة 11 سنة، وده بدأ ما لا يقل على 100 سنة من الاستعمار ديالنا الجزائر، يعني شو في مشاهد شيء. قال لهم لاكوست لأنه سألوه، قال أنت وزير المستعمرات الفرنسي كيف شنو مش من خدمة ما درتي لا خدمة الأول، فقال لهم لاكوست في مقولته الشهيرة، وماذا أفعل لكم إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ إذا كان القرآن أقوى من فرنسا، يقولها وزير المستعمرات الفرنسي ولا يقولها المسلمون، يعتقدها وزير المستعمرات الفرنسي ولا يعتقدها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله.